الصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين لبس عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الوصفة اللي كتعجبني بزاف، اللي هي الحرشة التطوانية بأملو. ونخليكم مع مقادير التحضير. غادي نحتاجو 3 الكيسان ديال السميدة رقيقة، زائد 3 الكيسان ديال السميدة ديال الذرة، زائد 2 كيسان طحين الفرز، زائد خمارتين، جوج الخمارات، زائد فاني. نخلط النواشف، من بعد تنزيد نص كاس زبدة دايبة، زائد ربع كاس زيت الزيتون او زيت نباتية، كتبقى اختياري. نبسس الخليط، هاد المرحلة مهمة، لابد نبسس الخليط مزيان. من بعد نزيد جوج معالق سكر، من بعد تنزيد هذا الخليط، هذا المكون الرائع، معلقه من دبس التمر. الا بغيتوا دبس التمر ممكن نحضره معكم في فيديو ان شاء الله، الا بغيتوه قولوا لي في التعليق، كيعطي الحرشه واحد المذاق رائع. ناخذ معلقه خميره فوريه، نزيد عليها نص كاس الماء، ناخذ واحد دانون في كاس، نزيد عليه نص كاس الماء، بين الخميره ودانون ضفنا كاس ديال الماء، تنزيدو كاس الماء كاس الثاني، والكاس الثالث غنبقاو نضيفو بشويه بشويه. كنخلط وصباعي ديالي مفتوحين، ما خصنيش نضغط على العجينه بزاف باش ما تجينيش قاصحه في الاخر. من بعد تنتأكد ما بقاوش كتل ناشفين، من بعد ما تأكدت نخلي العجينة ديالي ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة. تناخد شوية سميدة تندهنو بالزيت، من بعد ما ارتاحت لي العجينة نفزك يدي بشوية الماء باش ما تلصقش ليا العجينه في يديا، باش ما رجيونا الحرشه ديالنا مقاده. العجينه خدات معايا جوج كيسان ديال الماء ونصف.
من بعد ما قرصنا الحرشه ديالنا تنتقلوها باش ما نخرجوش هنا في هاد النبيلات. من بعد ما طابت كتجي رائعه. غادي نقطعوها ولكن ما نخرجوش تقطيعها حتى لبرا، تنقطعوها هي من الوسط حيت هي تتكون هشيشه، ولا خرجنا تقطيعها حتى الجانب غادي تفرتك. كنقطعها غير من الوسط بهذه الطريقه. من بعد تناخد املو اللي وجدناه في فيديو سابق، اللي بغى طريقه ديال املو نخليها لكم في اول تعليق، نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال املو في اول تعليق ان شاء الله. كندوزوها بشويه الجبن. بالنسبه للجبن الا بغيتوا الطريقه خليوها لي في التعليق، ندير لكم فيديو. تنقطعوا الحرشه ديالنا واخا عامره مزيان كاملو فاش نجيو ناكلوها تجينا عاديه. كندوزوها بشويه الجبن والمذاق يا سلام. نتمنى ما تنساوناش من لي لايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.